اللي بعده ولا تاخد بق شاي؟ اخد بق شاي وماله. وانا كمان ماشي. المره الجايه يا جماعه طولنا قهوه. ها قهوه على روح اللي بنعزي فيه. ايوه اللي بعده. يلا يا باشا اللي بعده. ده كنت زعلتي فانا بقول لك حقك عليا. انا ما عنديش ادنى مشكله في ان انا ارضي الناس لما احس ان هم زعلانين مني ايا كان النيه والمقصد. فانا بقول لك ان شخص محترم عندي وعند الناس وما تزعليش مني، حقك عليا وعفى الله عما سلف عما سلف والصلح خير. وكان في اغنيه كان اسمها ايه؟ الصلح خير من بينا بالصالح بتاع فانيا مستوى. فحقك عليا وان شاء الله دي تبقى بدايه علاقه محترمه بينا في المستقبل. يعني بذمتك الفيديو ده كان من قلبك ولا شكلك باين؟ انا بفهم في تعرفني يعني من زمان بفك الشفرات خبايا الامور. كان من قلبك ولا كنت بتعمله عشان ما تتحبسش ما تاخدش حكم ما تدفعش غرامه كبيره؟ فطلعت يعني باب انك عايز تتخلص من كل الصداع ده واستنيت كتير لحد ما طلع الحكم، فكان ممكن تعتذر من اول لحظه. لكن ده امتى يعني؟ قول لي بقى يرد علي الاثنين. كان لمين الفيديو ده؟ لماريهان الموديل اللي كانت طرف في الواقعة بتاعت لاعب منتخب مصر عمرو وردة. أيوه. اللي هي اتهمته بان هو اتحرش بيها الكترونيا عن طريق السوشيال ميديا. وانت وصفتها اوصاف ذكورية. مش ذكورية، انا شبهتها بشخص يعني. شبه، قلت ان شبه شخص. ترهم بيها. فيها جزء من الطلب بحكم المحكمة يعني. أيوه. ما أنا عشان بقول لك، أنا بقول لك أهو يعني، أنا بقول لك بمنتهى الأمانة أنا ساعتها. هي دي بقى فاكرة ما قلت لي في أول حلقة الجلالة الانفعال طلعت على المسرح بقى ونسيت. فعلشان طلعت على المسرح وحسيت إن أنا أسأت إليها وبسبب الحكم وخدتك العزة بالاسم وما رضيتش تعتذر إلا لما كان في حكم. مظبوط. ما عشان كده قلت لك عشان الاثنين. عمرك ما هتلاقي حد يجيلك دغري وسكه زي. طب انا هوريك بقى هي قالت ايه عشان تعرف ان هي اكرم منك. نزلوا الفيديو. انزل. لان استاذ تامر عنده بنات وعنده اسره ربنا يخليهم له، وانا ما اقدرش اتسبب لهم باي الم نفسي او اي اذى من اي نوع حتى لو انا تاذيت. مش ده الهدف ابدا. هي جميلة وعشان كده بقول لك ده اللي كمان خلاني اعتذر لها. حسيت بالذنب؟ بجد؟ طبعا. عشان قلت لك في بداية الحلقة جل من لا يخطئ. اوعي تحس ان انت كبيرة على الخطأ او كبيرة على الاعتذار. انت بتقول الفيديو هو كان غصب عنه. الكلام المتناقض ده. قلت الاثنين، كلامي واضح ومحدد وصريح. الاثنين يعني جزء منه غصب عنه. جزء مش غصب عنه، جزء منه بسبب الضغوط. وجزء منه لان انا فعلا اعترفت وقلت انه ما كانش صح اقول الكلام ده وان ده خدتني الجلاله والانفعال الزائد على الهوا، فبالتالي طالما غلطت فيها واسات اليها ايه المانع ان انا اعتذر لها حتى عشان ابقى متصالح مع نفسي.